السلام عليكم طلابنا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بمنظومة البث القطرية. موضوعنا كيمياء طاقة للصف 11، معكم معلمة الكيمياء أفراح عاصم. درسنا اليوم هو الدرس السادس من موضوع الطاقة، راح يكون عندنا حل أسئلة بجروت فقط، السادس والأخير. رايحين نحل أسئلة بجروت من 2019، سؤال 7، سؤال أمريكي، سؤال متعدد الخيارات، زائد سؤال 11 اللي هو سؤال مفتوح، راح نحل منه فرع دال وها، راح نحل ان شاء الله رب العالمين ايضا من بجروت 2018 سؤال 8، ايضا سؤال امريكي سؤال متعدد الخيارات، من سؤال 14 اللي هو سؤال مفتوح سؤال اختياري راح نحل البنود الف ب ج د اللي هي اسئله طاقه. خلينا نبلش، ممكن تمسحوا الصوره اللي موجوده هان على الكيو ار كود عشان تشوفوا قدامكم أسئلة بجروت 2019، وخلينا نبلش فيها. سؤال 7، سؤال أمريكي متعدد الخيارات، معطي معنى هيك: أمامك مخطط لتغيرات الإنتالبيا، إنتالبيا أو إنثالبيا، رايحين تلاقوها بالكتاب التعليمي إنثالبيا، أحيانا بالبجروت بنلكاها إنتالبيا، إكسوثيرمي وإكسوثيرمي، رايحين تلاقوها هيك وهيك. أمامك مخطط لتغيرات الإنتالبيا، ما هي قيمة إنتالبيا الرابط OCl في المركب Cl2O؟ معطينا المخطط البياني ومعطينا أربع خيارات بدنا نختار قيمة إنتالبيا الرابط. خلينا نبلش بالحل. من أجل الإجابة عن هذا السؤال على الطالب أن: واحد، يطبق تعريف مصطلح إنتالبيا الرابط، ينقل معلومات من تخطيط بياني إلى كتابة وصياغة نص تفاعل بمستوى الرمز. لغة الكيمياء هي لغة الرمز، فبدك تنتقل من تخطيط بياني إلى مستوى الرمز. يربط بين صياغة نص التفاعل المعطى وبين الأربطة التي تم تفكيكها في هذا التفاعل. يحسب التغير في الإنثالبيا للتفاعل المعطى حسب المعطيات الظاهرة في التخطيط البياني. يحسب إنثالبيا الرابط حسب التغير في إنثالبيا التفاعل. خلينا نبلش. ما هي قيمة إنثالبيا الرابط؟ خليني بالأول نيجي نرسم جزيء واحد لسي ال 2 او. جزيء واحد لسي ال 2 او عبارة عن ذرة او مرتبطة في ذرتين سي ال بأربطة كوفالنتية فردية، ففي كل جزيء في عنا رابطين كوفالنتيين سي ال او، وفي مول واحد جزيئات في عنا 2 مول، في كل واحد مول جزيئات في عنا 2 مول اربطه. بذكركم انه انثالبيا الرابط معرفه الطاقه اللازمه لهدم 1 مول اربط كوفالنتيه. انتبهوا انه هان عنا بالجزيء في رابطين، يعني انا لما بحول سي ال 2 او ل، طبعا هون اللي هسه ذكرناه انه في 1 مول جزيئات في عنا 2 مول اربط كوفالنتيه، لما انا بحول سي ال 2 او كجزيء الى ذرات منفرده، كل ذره لحال 2 سي ال غاز زائد 1 او غاز، قد ايه انا بحتاج طاقه؟ تعال نستقي المعلومات اللي قلنا من الرسم البياني. لما بحول سي ال 2 او غاز ل 2 سي ال زائد او غاز، بحتاج لطاقه قد ايه مقدارها؟ 164 زائد 242 اللي هي 406 كيلو جول. كل هذا عشان اهدم كداش 2 مول اربط كوفالنتيه. طب كداش عشان اهدم مول واحد اربط كوفالنتيه؟ بقسم على 2، 406 تقسيم 2 يساوي 203 كيلو جول للمول الواحد. خلينا نكمل. طبعا حل هذا السؤال بيحتاج مهارة التطبيق بالإضافة لكل المهارات اللي حكيناها: مهارة قراءة رسم بياني، لغة الرمز، لغة الكيمياء، تعريف مصطلح إنثالبيا رابط، وثم تطبيقه. خلينا نبلش بسؤال 11 بند دال من بجروت 2019. الأحماض الدهنية التي على شكل تريغليسيريدات تخزن في الجسم في خلايا دهنية وتستعمل من ضمن استعمالات أخرى مصدرا للطاقة. تمر الأحماض الدهنية التي في الخلايا بسلسلة عمليات ينتج فيها ثاني أكسيد الكربون الغازي CO2 غاز وماء H2O liquid، كما يحدث في تفاعل الحرق الكامل لمركبات الكربون. معطي معنى التفاعل رقم واحد الذي أمامك. التفاعل واحد الذي أمامك هو تفاعل حرق حامض البوتيريك. معطيني تفاعل رقم واحد حرق حامض البوتيريك C3H7COOH liquid زائد 5O2 غاز، بعطيني 4CO2 غاز
زائد 4H2O ليكويد دلتا H واحد تغيير في الانثالبية المعيارية للتفاعل الأول علامة سؤال مش معطية. معطى ثلاثة تفاعلات I ثلاث آيات، معطينا ثلاث تفاعلات ومعطينا قيمة دلتا H لكل تفاعل، دلتا HI دلتا HII دلتا H ثلاث آيات. استعن بهذه المعطيات واحسب قيمة دلتا H للتفاعل الأول، سمات دلتا H واحد. فصل حساباتك. خلينا نبلش. من أجل الإجابة عن هذا السؤال على الطالب أن يحسب التغير في الإنثالبية للتفاعل المعطى بمساعدة قانون هس. بذكركم قانون هس مسموح لنا نجمع تفاعلات، نطرح تفاعلات، نضرب التفاعل برقم. كل تغيير بنعمله على التفاعل سواء جمع أو طرح أو ضرب إحنا بنعمل نفس التغيير على دلتا H. ضربت التفاعل باثنين بضرب دلتا H باثنين وهكذا. ضربت التفاعل بسالب واحد عكست المتفاعلات والنواتج أيضا دلتا H بضربه بسالب واحد. خلينا نبلش. عنا ثلاث تفاعلات خليني أقراهن. C صلب تفاعل رقم I، C صلب زائد O2 غاز بعطينا CO2 غاز. دلتا H I هي سالب 393.5 كيلو جول. تفاعل I I H2 غاز زائد نص O2 غاز بعطينا H2O ليكويد. دلتا H I I سالب 286 كيلو جول. تفاعل ثلاث آيات 4 C صلب زائد 4 H2 غاز زائد O2 غاز بعطينا C3H7 COOH ليكويد. دلتا H لتفاعل ثلاث آيات سالب 534 كيلو جول. طالب منا نوصل للتفاعل الرابع سماه تفاعل رقم واحد. شو التفاعل الرابع؟ C3H7COOH زائد 5O2 غاز بعطينا 4CO2 غاز زائد 4H2O ليكويد. دلتا H للتفاعل الرابع اللي هو سماه دلتا H واحد لتفاعل رقم واحد هي علامة السؤال. كيف بدي أوصل لها بمساعدة الثلاث تفاعلات وبالاعتماد على قانون هس؟ خليني أبلش. أنا بدي أوصل ل C3H7COH ليكويد وبديها بالمتفاعلات، بديها على جهة اليسار. بدور عليها وين هي موجودة هان بالثلاث تفاعلات اللي هان. هيها هو المكان الوحيد اللي هي موجودة فيه، بس هي موجودة على اليمين في النواتج وأنا بديها على جهة اليسار في المتفاعلات. هذا معناه أني أنا بدي أضرب هذا التفاعل بسالب واحد. بدي أضربه بسالب واحد يعني أنا بدي أعكس محل المتفاعلات والنواتج. هين في عندي واحد مول، هين في عندي واحد مول، فأنا مش بحاجة أضرب باثنين أو ثلاث أو نص أو بس بدي أعكس محل المتفاعلات والنواتج. بعده عندي خمسة أو اثنين، أو اثنين زي ما أنتوا شايفين أنا شايفها هان وشايفها هان وشايفها هان، فبتركها للآخر بحلش حسبها لأنه صعب هيك أقرر من وين أي تفاعل بدي أعتمد. بحب أقول إنه الأكسجين لأنه موجود بعدة محلات لازم بالآخر يترتب لحاله. إذا جيتوا فكتوه بالآخر فحصتوه لكتوهوش مترتبش لحاله، ها معناه إنكم غلطتوا بمكان معين، فبرجع بعيد حلي، برجع بعيد حساباتي. أربعة CO2 بجي بدور على CO2 وين بلكاها؟ في التفاعل الأول تفاعل رقم I. وين موجودة في I؟ في جهة اليمين نواتج. وين أنا بدي إياها؟ برضو بجهة اليمين نواتج. هذا معناه إنه أنا بديش أعكس التفاعل، لازال هذا التفاعل ده يكون مضروب بموجب. أنا بديش أغير محل CO2، ولكن أنا بدي 4 مول CO2 وهين في عنا 1 مول CO2، فمعناه أنا بدي أضرب هذا التفاعل في موجب 4. أنا بدي أضرب هذا التفاعل في موجب 4. البعده H2O، أنا بدي 4 H2O ليكويد وبديها على جهة اليمين، بديها بالنواتج. باجي بدور على H2O هيها على جهة اليمين في النواتج، بس بدي منها 4، فأنا بديش أضرب بسالب، بديش أعكلي بالمحل. أنا هي موجودة بجهة اليمين، أنا لازلت بدي إياها بجهة اليمين. سخ كل أو تعال نقول التغيير الوحيد اللي بدي أعمله أنا بدي منها 4 مول بدل 1 مول، فأيضا هذا التفاعل دوين أضرب في موجب 4. بعود وبذكر حل بمساعدة قانون هس، ضربت التفاعل بأربعة معناته دلتا H أيضا أضربها بأربعة. ضربت دلتا H بسالب 1 معناته أيضا إذا تفاعل رقم ثلاث آيات ضربته بسالب واحد معناته دلتا H ثلاث آيات أيضا دي أضربها بسالب واحد. كيف بحسب دلتا H واحد؟ حاصل جمعهن، هاي ضرب 4 هاي ضرب 4 وبعدها هاي ضرب سالب واحد. فطريقة الحل نقوم بحساب التغير في الإنثالبية للتفاعل واحد بمساعدة قانون هس وبالاعتماد على التغير في الإنثالبية للتفاعلات الثلاث I I-ين وثلاث آيات. تفاعل أول ضربناه بأربعة، التفاعل الثاني أيضا ضربناه بأربعة،
تفاعل ثلاث ايات ضربناه بسالب واحد، ضربنا الدلتا اتش بسالب واحد وعكسنا المتفاعلات والنواتج، عكسنا الشمال واليمين. تعالوا نشوف كيف بحصل هسه على التفاعل الرابع. كيف بجمع التفاعلات؟ بذكركم كيف بجمع ثلاث تفاعلات. بجمع كل اليمين مع كل اليمين كل النواتج، بجمع كل الشمال مع كل الشمال النواتج، وبينهن بضل عندي اليساوي اللي هو بلغة الكيمياء السهم، لغة الرمز، زي ما بتجمع معادلتين رياضيات شمال مع شمال يمين مع يمين، وبضل عنا اليساوي بالنص. شو بصير لما اجمع كل هذول؟ تعال نتطلع. 4 سي صلب على جهة الشمال، 4 سي صلب على جهة اليمين، عذراً 4 سي صلب على جهة الشمال، 4 سي صلب على جهة اليمين، شو بصير لهن؟ بشطبن، زي عندك 4 اكس على الشمال 4 اكس على اليمين فبحذف. كمان 4 اتش 2 غاز على الشمال 4 اتش 2 على الغاز على اليمين ايضا بحذف. او 2 عندنا 4 او 2 زائد 2 او 2 6 او 2، عندي او 2 على جهة اليمين بنكلها على الشمال بتصير سالب او 2، ف 6 ناقص 1 5 او 2. هلا ذكرت لكم اياه، الاكسجين لازم يترتب لحاله، لو جيت فحصته لقيته ما زبطش لحاله معناته في اشي بحلي غلط. فدلتا اتش للتفاعل رقم واحد وعبارة عن 4 على دلتا اتش اي زائد 4 على دلتا اتش اي اي ناقص 4 لدلتا اتش 3 ايات، بضل علي بس اعوض وحاسبة صغيرة. خلصنا فرع دال، دلتا اتش 1 تساوي سالب 2184 كيلو جول. بند ها شو طالب منا وشو معطينا؟ أجروا في المختبر التفاعل 2 الذي أمامك. شو تفاعل رقم 2؟ C3H7COOH غاز زائد 5O2 غاز، بعطينا 4CO2 غاز زائد 4H2O غاز. دلتا H2 معطية سالب 2065.6 كيلو جول. شو أيضا معطينا معطيات؟ الجدول الذي أمامك يعرض قيم انتالبيات الرباط، معطينا رابط OH في جزيئات H2O كداش انتالبيا الرابط؟ 463 كيلو جول للمول الواحد. رابط CO زوجي قيمة انتالبيا الرابط 803 كيلو جول للمول الواحد. شو طالب منا كل هاي معطيات؟ احسب كمية الطاقة التي يجب بذلها من أجل فك جميع الأربطة التساهمية الكوفالنتية في المواد المتفاعلة في تفاعل واحد مول C3H7COH غاز. فصل حساباتك. هاي كل المعطيات، خلينا نبلش بالحل. من أجل الإجابة عن هذا السؤال على الطالب أن يحسب التغير في إنثالبيا للتفاعل لعملية تفكيك الأربطة حسب معطيات إنثالبيا الرابط، وطبعا بالاعتماد على قيمة دلتا اتش المعطية. خلينا نبلش. أول شغلة برمز بإكس لكمية الطاقة اللازمة لتفكيك جميع الأربطة التساهمية في المواد المتفاعلة. بذكركم دلتا اتش تساوي الطاقة اللازمة لهدم الأربطة الكوفالنتية في المتفاعلات بقيمة موجبة. كل هدم الأربطة الكوفالنتية بالمتفاعلات بأخذ بقيمة موجبة، وتكوين الأربطة الكوفالنتية في النواتج بأخذ بقيمة سالبة. إذا هان عنا تفكيك قيمة موجبة، هان عنا تفكيك قيمة موجبة، وهان عنا تكوين قيمة سالبة. حاصل جمعهن مع بعض هذا هو الدلتا اتش تبع التفاعل، هي القيمة هاي اللي معطيني إياها هان. خلينا نكمل. فإحنا بنرمز لكل الهدم الطاقة اللازمة للتفكيك الأربطة الكوفالنتية في المتفاعلات نرمز لها بإكس. بحب أقول إن بدي شوي أشرح كيف شفنا الأربطة اللي موجودة هان. جزيء واحد CO2 في عنا رابطين زوجيين CO، بكل جزيء واحد في عندي رابطين، بواحد مول جزيئات في عندي 2 مول أربطة، كدي عندي هان 4 مول جزيئات، بأربعة مول جزيئات كدي رايح ألاقي 8 مول أربطة كوفالنتية. بنتكل على H2O، في H2O عندي O مرتبطة في 2H، في O مرتبطة في 2H في الجزيء الواحد في 2 أربطة كوفالنتية OH. في واحد مول جزيئات عندي 2 مول أربطة كوفالنتية OH، بس احنا ما عندناش واحد مول، كدي عنا 4 مول، فبأربعة مول كديش رايح ألاقي أربطة؟ 8 مول أربطة كوفالنتية OH. لهذا السبب لما جينا حسبنا دلتا اتش للبناء أخذنا انتالبيا الرابط للسي او ضربنا بثمانية، انتالبيا الرابط للأو اتش وضربنا بثمانية لأنه عندنا 4 مول جزيئات، 4 مول جزيئات.
دلتا اتش 2 تساوي الهدم بقيمة موجبة، تفكيك الأربطة الكوفالنتية بالمتفاعلات قيمة موجبة، تكوين الأربطة الكوفالنتية بالنواتج بقيمة سالبة. دلتا اتش معطيني اياها معطى سالب 2065.6 كيلو جول جاهزة. اكس هي علامة السؤال تبعتي، هي السؤال تبعي. كل التكوين عوضته من الجدول من الجدول المعطى بالسؤال، 803 انثالبي الرابط سي او، 463 كيلو جول للمول انثالبي الرابط او اتش. بعوض عندي معادلة بمجهول واحد وبحسب الاكس، معادلة بمجهول واحد وبحسب الاكس. سؤال 11 بند ها، يتطلب هذا حل هذا السؤال مهارة التطبيق. كمان طريقة عشان احل سؤال بند ها من فرق من بند ها من سؤال 11 بمساعدة رسم بياني. تبعوا معي كيف بحل بمساعدة رسم بياني. اول خطوة باجي بحط محور واي انثالبي كيلو جول. ثاني خطوة بحط خط مواد متفاعلة وين ما بدي، خط مواد متفاعلة، هاي الانثالبي بتاعت المواد المتفاعلة، وبكتب شيء المواد المتفاعلة. بعد ما حطيت المواد المتفاعلة ظل علي اقرر وين النواتج بدها تيجي، هل بدها تيجي فوقها ولا بدها تيجي تحتها، كيف بقرر بناء على الدلتا اتش. معطينا معطى انه الدلتا اتش قيمة سالبة، اي تفاعل اكسوثيرمي مشعل الطاقة يطلق طاقة. شو هذا معناه؟ هذا معناه انه النظام اطلق طاقة. اذا النظام اطلق طاقة فانا حصلت على مواد جديدة ناتجة ذات طاقة اقل من طاقة المتفاعلات، فباجي بحط النواتج تحت المتفاعلات. كم سهم صرنا حاطين؟ محور واي انثالبيا، خط مواد متفاعله، هي الانثالبيا تاعت المواد المتفاعله، خط مواد ناتجه، الانثالبيا تاعت النواتج اقل من المتفاعلات. بعده بمد سهم من المتفاعلات الى النواتج، التفاعل كيميائي هو بيبدا من متفاعلات وبحصل على نواتج، فبمد سهم من المتفاعلات الى النواتج، سهم لتحت قيمته سالبه، دلتا اتش اصغر من صفر قيمه سالبه. شو ظل علي اضيف؟ بضيف اخر خط اسمه ذرات منفرده في الحاله الغازيه، الانثالبي او الطاقه تبعت الذرات المنفرده في الحاله الغازيه اعلى من المتفاعلات واعلى من النواتج، لهذا السبب الخط بده يجي فوق 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 من كلهن. الطاقه تبعت الذرات المنفرده في الحاله الغازيه فوق المتفاعلات فوق النواتج بده يكون محله هان. شو ضل علي اضيف؟ سهمين، سهم اسمه تفكيك اربطه، سهم اسمه تكوين اربطه. تفكيك الاربطه هو سهم من المتفاعلات وإلى الذرات المنفردة في الحالة الغازية. بذكركم باللي تعلمناه بالدرس الخامس، شبهته بليجو، أنا عندي ليجو فكفكته حصلت على كل قطعة لحال، عندي أربع قطع من نوع كربون، ثمان قطع هيدروجين، 12 قطعة أو إتش، وبعدها جيت بهاي القطع ركبتها كونت منها شكل جديد مجسم جديد. هاي اللي شبهناه بالليجو، فكفكنا الليجو وبنينا من نفس القطع نفس نوع القطع ونفس عدد القطع مجسم جديد، مواد جديدة 4 CO2 غاز زائد 4 H2O غاز. قيمة تفكيك الأربطة الهدم هي الإكس اللي حسبناها، قيمة التكوين هي 8 أربطة كوفالنتية CO و 8 أربطة كوفالنتية OH اللي حسبناها اللي هي الطاقة المنطلقة في البناء. بذكركم التفكيك قيمة موجبة والبناء قيمة سالبة. بدنا نطلع لاستراحة قصيرة، رجاء امسحوا الصورة كيو ار كود تبع بجروت ال 2018، حلوا منه أسئلة الطاقة، وبنلتقي بعد الاستراحة نكمل حل بجروت 2018. يعطيكم ألف عافية.
طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم. إحنا بعد الاستراحة بالجزء الثاني من الدرس السادس من الطاقة. قبل الاستراحة طلعنا لاستراحة وطلبنا إن نبدأ نحل بجروت 2018 أسئلة الطاقة، وبدنا نبلش فيها. نبدأ من سؤال 8 اللي هو سؤال متعدد الخيارات، سؤال أمريكي. شو معطينا؟ معطى التفاعلات، عذرا، معطى التفاعلات 1 و2، معطى ثاني بس، معطى التفاعلات 1 و2، التفاعل الأول H2 غاز زائد I2 غاز بعطينا 2HI غاز، دلتا H1 هي سالب 11 كيلو جول. التفاعل الثاني H2 غاز زائد Cl2 غاز بعطينا 2HCl غاز، دلتا H2 علامة سؤال مش معطية. معطينا كمان معطيات الجدول الذي أمامك، يعرض قيم إنتالبيا الرباط. معطينا الرابط II 151 كيلو جول للمول الواحد إنثالبيا الرابط، رابط HI 299 كيلو جول للمول الواحد، CLCL معطينا 242 كيلو جول للمول الواحد، HCL 431 كيلو جول للمول الواحد. هاي إنثالبيا الرابط وهي الطاقة اللازمة لفك 1 مول أربطة، وبيسألنا ما هي قيمة دلتا H2 للتفاعل الثاني. خلينا نبلش. من أجل الإجابة عن هذا السؤال على الطالب أن يحسب التغير في الإنثالبيا للتفاعل المعطى بمساعدة إنثالبيا الأربط الكوفالنتية في المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. يحسب إنثالبيا الرابط بين الذرات في جزيئات إحدى المواد المتفاعلة في التفاعل المعطى بمساعدة إنثالبيا الرابط أيضا للمواد المتفاعلة وأيضا للمواد الناتجة وأيضا للتغير بالاعتماد على التغير في إنثالبيا التفاعل. خلينا نبلش. هاي التفاعلين المعطيات، هاي قيم إنثالبيا الأربطة الكوفالنتية وطالب منا قيمة دلتا H. خليني أبدأ بشو الأربطة الكوفالنتية التي هدمت أو فككت والأربطة الكوفالنتية التي بنيت أو تم تكوينها. جزيء H2 في عنا رابط كوفالنتي HH، جزيء I2 في عنا رابط كوفالنتي II، وبجزيء HI في عنا رابط كوفالنتي HI، بس بذكركم انه هان في عنا 2 مول ننتبه لها. فبكل 1 مول HI في عنا 1 مول أربط كوفالنتية HI، في 2 مول HI في عنا 2 مول أربط كوفالنتية HI. تعال نتطلع شو عنا. HI معطيني اياه معطى انثالبيا الرابط، II معطيني اياه معطى انثالبيا الرابط، بس HH ناقصني بالجدول، يعني الرابط الكوفالنتي HH الانثالبيا الرابط تبعته علامة سؤال مش معطية مع معطى بالسؤال. طلع على السؤال اللي تفاعل الثاني. التفاعل الثاني عنا HH رابط كوفالنتي HH تم فكه، CLCL رابط كوفالنتي CLCL ايضا رابط اللي تم فكه، في HCL في عنا رابط كوفالنتي HCL، بذكركم عنا 2 مول فبرضه هين مضروبة ب 2. رابط HCl معطيني اياه معطى انثالبيا الرابط، الطاقة اللازمة لفك او هدم 1 مول اربط كوفالنتية. CLCl معطيني اياه معطى، HH كمان مرة علامة سؤال، فبالنسبة إلنا رايحين نحتاج ان نلكاه. عشان نقدر نلكى دلتا H لتفاعل 2 لازم بالاول نلاقي انثالبيا الرابط الكوفالنتي HH. خلينا نبلش. دلتا H للتفاعل الاول، دلتا H للتفاعل الأول معطية معي معطى سالب 11 كيلو جول، هي عبارة عن الطاقة اللازمة لهدم الأربطة الكوفالنتية بالمتفاعلات قيمة موجبة، والطاقة المنطلقة من بناء أو تكوين الأربطة الكوفالنتية بالنواتج قيمة سالبة. في المتفاعلات أنا فككت HH و II 1 مول 1 مول وكوننا 2 مول HI. دلتا H معطية سالب 11، دلتا اتش للانثالبيا الرابط الكوفالنتي اتش اتش علامة سؤال خليناها، فبالنسبة لنا هاي هي الاكس، هاي هي العلامة السؤال، هاي هي اللي بدي ألكاها. II 151 ناخذها من الجدول، HI 299 ناخذها من الجدول مضروبة باثنين طبعا لأنه عندنا 2 مول. عندنا معادلة رياضيات بمجهول واحد فقط اللي هو انثالبيا الرابط اتش اتش، بنحل معادلة بمجهول واحد. انثالبيا الرابط اتش اتش هي 436 كيلو جول للمول الواحد. بعتمد على المعطى منشان احسب دلتا اتش للتفاعل الثاني، فبدي اضيف اول شغله هسه بدي اضيفها في رابط اتش اتش.
رابط اتش اتش كده طلع معانا 436 كيلو جول للمول الواحد. فأنا بدي أحسب دلتا اتش للتفاعل الثاني. دلتا اتش للتفاعل الثاني هي الطاقة اللازم لهدم أو تفكيك الأربطة الكوفالنتية بالمتفاعلات بقيمة موجبة ناقص الطاقة المنطلقة من تكوين الأربطة الكوفالنتية في النواتج. فدلتا اتش 2 هاي هي علامة السؤال تبعتنا. هذا هو السؤال هال اللي بدنا نحسبه. اتش اتش حسبناه بالفرع اللي قبل 436 كيلو جول للمول الواحد، هسا بنعتمد عليه. سي ال سي ال باخذه من الجدول يعطينا العافية، و اتش سي ال برضه باخذه من الجدول 431. عندي معادلة رياضية بمجهول واحد بحسبها، فدلتا اتش للتفاعل الثاني سالب 184 كيلو جول. خلصنا السؤال الأمريكي وبننتقل على سؤال مفتوح، سؤال 14 بند ألف. قام العلماء وطلاب الكيمياء على مر السنين ببحث احتراق الشمعة. المركب الأساسي الذي يركب الشمعة هو هيدروكربون، صيغته الجزيئية هي C25H52. وجد أنه أثناء احتراق فتيلة الشمعة تحدث عدة عمليات، شهن ينصهر الشمع ويمتص في الفتيلة ويتحول إلى غاز ويتفاعل بتفاعل احتراق مع الاكسجين O2 الذي في الهواء. كل هذا بصير بالشمعة. وطالب مني بفرع ألف اكتب معادلة موازنة لتفاعل الاحتراق الكامل ل C25H52 غاز. من اجل الاجابة عن هذا السؤال على الطالب ان يسجل صيغة موازنة لتفاعل احتراق كامل لهيدروكربون. خلينا نبلش في تفاعل احتراق كامل. بحب اقول اول خطوة بحط المادة المتفاعلة، ثاني خطوة بضيف لها أكسجين. احتراق بصيرش بدون وجود أكسجين، احتراق كامل، فبضيف أكسجين. شو بعدها بعمل؟ بحط في النواتج CO2 غاز وفي النواتج H2O غاز. شو ظل علي؟ أوازن. إذا أول خطوة حطيت المادة المتفاعلة المعطية بالسؤال، حطيت O2 في المتفاعلات، وثم حطيت سهم وضفت نواتج. النواتج هي CO2 غاز و H2O غاز. الخطوة الرابعة هي الموازنة. موازنة ببدأ من المادة أو الذرات اللي موجودة بعدد محلات أقل. أكسجين طلعه موجود بواحد اثنين ثلاث محلات فبتركه. بدي مادة اللي موجودة بعدد محلات أقل. سي موجودة بمحلين، اتش موجودة بمحلين، فببدأ من السي والاتش. سي عندي إياها 25 فبضرب ب25. بذكركم قانون حفظ المادة، قانون حفظ الذرات، قانون حفظ الكتلة، كأنه هين عندي ميزان وبقول كفتان الميزان متساويات من ناحية نوع الذرات، عدد الذرات، كتلتها، كتلة المواد وهكذا. فعندي الكميات متساوي. منكمل. فعندي هان 25 سي فبضرب ب25. الاتش 52 فبقول شو الرقم اللي بدي اضربه باثنين يعطيني 52، فالجواب هو 26. هسا باجي على الاو. الاو 25 ضرب 2 كده صارت 25 ضرب 2 50، 50 زائد 26 76. فشو الرقم اللي بدي اضربه باثنين يعطيني 76؟ 76 تقسيم 2، 76 تقسيم 2 38. ننتقل على البند باء. البندان باء وجيم يتناولان تجربة اجراها طلاب في المختبر. وزن الطلاب شمعة من شمع والصقوها بطبق واشعلوا فتيلة الشمعة بواسطة عود ثقاب مشتعل الى ان تكونت لهبة ثابتة في طرف الشمعة وسجلوا مشاهداتهم. باي ما هي مجموعة التجربة في التجربة الموصوفة؟ باي اي حدد اذا كان القول الذي امامك صحيح ام غير صحيح وعلل تحديدك. طبعا احتراق فتيلة الشمعة يزود فقط طاقة التنشيط اللازمة لتفاعل احتراق C25H52 غاز. هاي المقولة بكله حددي يا هي صح يا هي غلط وبدو ياني اعلل تحديدي. شو بلزمني عشان اجاوب عن هاي الاسئلة؟ من اجل الاجابة عن هذا السؤال على الطالب ان يحدد ما هو النظام. نظام جماعة ممكن تلاقوه في الكتب او المصادر العلمية، نظام او مجموعة او جهاز. فسواء اجت هاي سواء اجت هاي لازم تعرفوا كل المرادفات. فالنظام اللي هو المجموعة او الجهاز اللي هو المتفاعلات والنواتج. فالطالب لازم يعرف يحدد ما هو النظام، ما هي البيئة المحيطة، يميز بين طاقة تنشيط وطاقة مبذولة في تفاعلات اندوترمية كتفاعلات الانصهار والتبخير. اذا ما هي المجموعة؟ هي المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. بذكركم نحل بلغتين، اللغة العربية
ولغة الكيمياء اللي هي لغة الرمز، فالشمعة وبكتب رمزها C25H52 غاز، أكسجين O2 غاز، ثاني أكسيد الكربون CO2 غاز، وبخار الماء H2O غاز. كل هذا اسمه مجموعة أو النظام. بآي حدد إذا كان القول صحيح أم غير صحيح، بتدعي إنه احتراق فتيلة الشمعة، سامحونا هين شمعة، يزود فقط طاقة التنشيط اللازمة لتفاعل احتراق C25H52 غاز. عشان أجاوب على هذا السؤال صراحة بلزمني أرجع خطوتين لورا لبند ألف في السؤال. طلع أثناء احتراق فتيلة الشمعة تحدث عدة عمليات، ينصهر ويمتص في الفتيلة ويتحول إلى غاز ويتفاعل بتفاعل احتراق مع الأكسجين. شوفوا كم عملية الفتيلة ساعدت إنهن يحدثن. عشان هيك هاي الجملة جملة هي خطأ بسبب كلمة واحدة، أي كلمة اللي بسببها خطأ. أي جملة اللي بسببها خطأ، أي كلمة، كلمة فقط. ليش؟ كلمة فقط كأنها بتقول لي فقط لطاقة التنشيط، طلعوا فقط طاقة التنشيط، بس هسا احنا قرينا انه في عدة تفاعلات بتصير مش بس طاقة التنشيط، فكلمة فقط هي السبب اللي احنا بسببها قلنا انها الجملة مالها غير صحيحة. شوفوا شو احتراق الفتيلة بيساعد لإيش. حسب معطيات السؤال الموجودة في البند ألف، فإن احتراق فتيلة الشمعة تزود به طاقة التنشيط اللازمة لاحتراق الغاز، ايضا اللازم الطاقة اللازمة لصهر C25H52 صلب، وايضا الطاقة اللازمة لتبخير C25H52 ليكويد. حابة اشرح شوي بشكل ابسط. اول اشي الشمعة الصلبة مرت في عملية صهر، تحولت من صلب لسائل، ثم المادة السائلة امتصت في الفتيلة وارتفعت الى اعلى، بعدها السائل تحول الى غاز مر في عملية تبخر، وثم الغاز مر في عملية احتراق. كل هاي العمليات صارت، اذا احتراق فتيلة الشمعة لا يزود فقط بطاقة التنشيط وايضا طاقة الصهر وايضا طاقة التبخير اللي هي تفاعلات اندوثيرمية. بنجين، بعد ان احترقت الشمعة لمدة 10 دقائق اطفأ الطلاب الشمعة ووزنوها، وجد ان كتلة الشمعة انخفضت ب1 غرام. وفقا للحساب وجد ان كمية الطاقة التي انطلقت في تفاعل 1 غرام C25H52 غاز تساوي 34 كيلو جول. احسب التغير في الانتالبية المعيارية دلتا اتش في تفاعل احتراق 1 مول C25H52 غاز. فصل حساباتك. شو بلزمني عشان احل هالسؤال؟ من اجل الاجابة عن هذا السؤال على الطالب ان ينفذ حسابات كيميائية مع حسابات التغير في الانثالبية المعيارية للتفاعل لكمية الطاقة المنطلقة او المستوعبة في التجربة. بذكركم دلتا اتش ترافق التفاعل وتتعلق بعدد مولات المادة، تتعلق بعدد المولات، الكمية، الكمية. تعال خلينا نبلش. ببدأ اول خطوة ترجمة، بترجم من لغة عربية الى لغة الكيمياء وهي لغة الرمز. شو معطينا معطى؟ تعال نتطلع، معطيني 1 غرام. 1 غرام، غرام هي وحدة لقياس الكتلة، فشو بفهم؟ بفهم انه معطيني الماس الام. كده معطيني الماس الكتلة تبعت الهيدروكربون 1 غرام. شو كمان معطيني؟ معطيني انه الطاقة اللي انطلقت لما تفاعل 1 غرام هي 34 كيلو جول. شو كمان بفهم من ناحية عربي لكيمياء؟ انطلقت، انطلقت معناته قيمة سالب، الدلتا اتش بقيمة سالب، تفاعل يطلق طاقة، يشع طاقة، فكأني بقول كمية الطاقة المنطلقة هان هي 34، بس إذا بدي أكتب برياضيات بكتب إكس سالب 34 كيلو جول. شو طالب مني أحسب؟ طالب مني أحسب التغير في الإنثالبية المعيارية لواحد مول C25H52 غاز. كيف ببدأ؟ أول خطوة حكينا دلتا اتش ترافق التفاعل وتتعلق بعدد المولات، فأول خطوة بدها تكون حساب عدد مولات. عشان احسب عدد مولات ان في عندي قانون ام على ام دبليو موجود معنا بملحق الجدول الدوري، فان تساوي ام على ام دبليو. كده الام معطيني اياها السؤال 1 غرام، ام دبليو من وين بجيبها؟ برضو من الجدول الدوري. كيف بحسبها؟ عندي سي كتلة مولارية 12 ضرب 25، اتش كتلة مولارية 1 ضرب 52، ف 12 ضرب 25 + 1 ضرب 52 352. انتبهوا بنمشي على كتلة مولارية، ام على ام دبليو 1 على 352 0.00284 مول. بعد ما حسبت عدد المولات كيف بكمل؟ على الضرب التبادلي. شو الضرب التبادلي بكله؟
لما تفاعل 0.00284 مول انطلق طاقة مقدارها سالب 34 كيلو جول. لو تفاعل 1 مول قديش بده ينطلق طاقة؟ كأني بقول هاي هي علامة السؤال تبعتي، هاي اللي بدي احسبها. انتبهوا احنا بنرتب مول تحت مول، وبنرتب كيلو جول تحت كيلو جول، بخربطش. مول تحت مول، كيلو جول تحت كيلو جول، وبعدها بعمل ضرب تبادل. شو بالضرب التبادلي؟ بعمل هاي ضرب هاي تساوي هاي ضرب هاي. بالتالي 1 ضرب سالب 34 تساوي 0.00284 ضرب دلتا اتش. عندي معادلة بمجهول 1، بحسبها الرياضيات، دلتا اتش تساوي سالب 11971.8 كيلو جول للمول، لأنه طالب مني لاحتراق 1 مول. حسبنا الدلتا اتش، يعطينا الصحة والعافية. وبننتقل على بند دال. شو طالب منا في بند دال؟ معطينا معطيات، بعدها طالب منا كاتب لنا انثالبة تبخير الهيدروكربون C25H52 ليكويد هي دلتا اتش في. بذكركم في اللي هي vaporization، كان ممكن ايضا يكتب دلتا اتش بي اللي هي boiling. فدلتا اتش في معطينا اياها 126 كيلو جول للمول. شو طالب مني؟ احسب قيمة دلتا اتش لتفاعل احتراق الكامل لواحد مول C25H52 ليكويد هاي المرة. وفصل حساباتك. فرع اي اي معطينا مخطط طاقة، طالب منا انسخ المخطط الى دفترك واشر فيه الى مكان المواد المتفاعلة والنواتج لتفاعلي الاحتراق الكامل للغاز C25H52 غاز وللسائل C25H52 ليكويد. اشر في المخطط الذي في دفترك الى قيم دلتا اتش الملائمة لكل التفاعلات، الاحتراق الكامل للغاز، للسائل، وايضا للتبخير. تعال نبدأ. شو بده مني هذا السؤال؟ اعرف اعمل. من اجل الاجابة عن هذا السؤال على الطالب ان يحسب التغير في الانثالبية المعيارية للتفاعل بمساعدة قانون هس، يقوم برسم تخطيط بياني لتفاعل معطى، وان يحلل رسم بياني لتفاعل معطى او تخطيط بياني لتفاعل معطى او تخطيط بياني معطى، ان يحلل تخطيط بياني معطى، ويطبق المعرفة ما هي انثالبية التبخير. ابدا احل السؤال. بحب اقول انه اول خطوه اني ببدا اترجم من عربي لكيمياء. الكيمياء هي ايضا لغه، ولغه الكيمياء هي لغه الرمز. احنا معطينا معطى انه انثالبيه التبخير، كاتب لي انثالبيه التبخير هي كذا كذا. شو معنى انثالبيه التبخير؟ هي الطاقه اللازمه لتبخير 1 مول مادي وتحويلها من 1 مول سائل ل 1 مول غاز. اذا انا بحولها من الحاله السائله للحاله الغازيه. فشو ببدا؟ عشان ببدأ احل لازم اكتب 3 تفاعلات. اول اشي تفاعل احتراق الغاز جاهز عنا من قبل شوي، الفرع اللي قبل، ودلتا اتش حسبناه سالب 11971.8 كيلو جول، يعطينا العافية. التفاعل الثاني اللي هو تفاعل تبخير، تحويل 1 مول سائل الى 1 مول غاز. من وين استقينا هذا التفاعل؟ كتبه، كتب لنا اياه بالعربي. احنا هسا نكتبه بلغة الكيمياء C25H52 ليكويد، بعطيني C25H52 غاز. دلتا اتش للتفاعل الثاني هي دلتا اتش في الفابورايزيشن للتبخير في 126 كيلو جول للمول الواحد. من هذول التفاعلين انا لشو بدي اوصل؟ للتفاعل رقم 3 اللي هو احتراق مين؟ احتراق السائل. فبالتفاعل الثالث احنا شو عنا؟ زي التفاعل الاول بالضبط، هسا خلصك، فرق واحد فقط، فرق واحد فقط. بدل حالة غازية شو هان عندي؟ حالة سائلة. فكيف بلاكي دلتا اتش للتفاعل الثالث؟ بدي ابدأ افكر، انا بدي اوصل لسي 25H52 ليكويد على جهة اليسار، بدور عليها بالتفاعلات المعطاة. هس بدي اجمع، اطرح تفاعلات، اضرب تفاعلات، لقيتها. انا بدي اياها بجهة اليسار متفاعلات، هي موجودة بجهة اليسار متفاعلات. يعني باختصار هالتفاعل بيكون مضروب بموجب، بديش اعكس المتفاعلات والنواتج. انا بدي منها 1 مول، هي موجود منها 1 مول، يعني هالتفاعل بيكون مضروب بموجب 1. باختصار هالتفاعل ده خليه هو، بديش اغير فيه ولا اشي. اللي بعده 38O2 25CO2 26H2O غاز. كمان التفاعل الاول انا بدي اخليه هو مضروب في موجب 1، بديش اغير عليه ولا اشي. طب شو بصير مع الغاز؟ طلع عندي C25H52 غاز على جهة الشمال، C25H52 غاز على جهة اليمين، زي اكس على الشمال واكس على اليمين بمعادلة رياضية، فرايحات يحذفن. خلينا نشوف.
التفاعل الأول خليناه هو موجب واحد مضروب بموجب واحد، التفاعل الثاني خليناه هو مضروب بموجب واحد، وبدنا نحصل على التفاعل الثالث C25H52 شطب. دلتا اتش للتفاعل الثالث هي حاصل جمع دلتا اتش واحد زائد دلتا اتش اثنين، فبجمعهن بجمعهن رياضيات وبحصل على دلتا اتش للتفاعل الثالث سالب 111845.8 نقطة ثمانية كيلو جول. بالسؤال دال اي اي طلب مني اكمل الناقص في مخطط الطاقة، كيف ببدأ؟ اول خطوة بحط محور واي انثالبية كيلو جول، اول خطوة محور واي. الخطوة اللي بعدها بحط المتفاعلات، اتفقنا المتفاعلات بحطها وين ما بدي، فبحط خط المتفاعلات انثالبية المتفاعلات. شو بعدها؟ ببدأ أفكر وين أحط النواتج، فوق ولا تحت؟ معطيني تفاعل إكسوثيرمي حسبناه سالب 11971.8 نقطة 8 كيلو جول، تفاعل احتراق إكسو يطلق طاقة يشع طاقة، يعني أنا بحصل على نواتج ذات طاقة أقل من طاقة المتفاعلات، فبحط النواتج تحت. حطيت النواتج تحت، بمد دلتا اتش سهم من المتفاعلات إلى النواتج وبحط القيمة تبعته. شو لحد هسه عملنا؟ حطينا محور واي إنثالبيا، حطينا متفاعلات، حطينا النواتج تحت المتفاعلات، حطينا قيمة دلتا اتش. ظل علي احط السائل، السائل بده يجي تحت الغاز لانه انثالبيا السائل اقل من انثالبيا الغاز. بذكركم دلتا اتش في اللي هي انثالبيا التبخير هي قيمة موجبة، تحويل المادة من سائل لغاز ليش قيمة موجبة؟ لاني بهدم قوة فاندر فالس بين جزيئات هاي المادة، عملية هدم قوة فاندر فالس بين جزيئات المادة عملية ماصة للطاقة قيمة موجبة. دلتا اتش للتفاعل الثالث طلع معنا اصغر، ليش؟ طلعوا سهم اكثر، الاخضر اكثر من الاحمر، السائل اجى تحت الغاز لانه انثالبيا السائل اقل من انثالبيا الغاز لنفس المادة ونفس كمية المادة، اختلاف فقط في حالة المادة، نفس المادة ونفس كمية المادة. وحطينا القيم، حطينا كل القيم. بذكركم انه دلتا اتش في قيمة موجبة لانها تبخير هدم قوة فاندر فالس بين جزيئات المادة، وحطينا قيم دلتا اتش. عندكم وظيفة حل اسئلة بجروت 2017 طاقة 2016 طاقة، معكم تمسحوا الكيو ار كود تبع اسئلة الطاقة تبع البجروت 2017 2016. هيك بنكون خلصنا درسنا السادس والأخير من موضوع الطاقة وحلنا أسئلة البيجروت. يعطيكم الصحة والعافية، كل الخير الصحة والسعادة لكم طلابنا الأعزاء.